السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير. كشف المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي باد الزكي عن توقعاته لمباراة المنتخب الوطني الأول ونظيره البرتغالي برسم دور ربع نهائي مونديال قطر 2022. بحيث توقع تأهل المنتخب المغربي لدور نصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال. مضيفا أهنئ جميع مكونات المنتخب المغربي على مستواهم البطولي لا يمكن الحلم بأكثر مما حدث. ولكن الآن طموحاتنا أكبر وتطلعاتنا أوسع نريد الوصول للمربع الذهبي على حساب البرتغال وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك وأكد بدو الزاكي أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المغرب نتيجة عمل دؤوب وذكاء بداية من فوز القجع رئيس الاتحاد المحلي والمدرب وليد الركراكي واللاعبين والجمهور مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كافة العناصر تقوم بعمل كبير لتطوير الكرة المغربية، وتبع الوصول لربع نهائي كأس العالم 2022 لم يفاجئني لأن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لتطوير كرة القدم داخل البلاد، لكن يجب الاستمرار على نفس المنوال حتى لا نتوقف عند هذا الحد. وأردف بقوله: المغرب أطاح بمنتخبات قوية، ليس من السهل أن تلعب ضد كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا ولا تستقبل شباكك أي هدف، الجميع يعيش في حالة تركيز عالية وعندما يفقد أحدهم تركيزه للحظات يقوم لاعب آخر بتعويضه. أعرب بادو الزكي عن فخره واعتزازه بما قدمه المنتخب المغربي ضد نظيره الإسباني، مؤكداً في الوقت نفسه: تابعت المباراة بتأثر كبير، لقد ذرفت الدموع عندما شاهدت منتخب بلادي يصنع التاريخ.